كنت بتفكري فيه وانت بتقدمي على انتخابات رئاسة اتحاد الطلبة؟ ايه اللي كنت عايزة تحققيه للطلبة؟ بصي، هو مبدئيا انا عايزة بس اقول لكم ان الموضوع بالنسبة لي ما كانش مخطط ان انا هوصل للمكان ده. يعني ابتدي احكي القصة؟ طبعا احنا عايزين نعرف. طيب اوكي، انا دي مش اول سنة ليا في الاتحادات. انا دلوقتي في سنة ثالثة كلية اعلام وقسم اذاعة وتلفزيون. تمام. انا من سنة اولى وانا في الاتحاد بتاع الكلية، كنت امين اللجنة الاجتماعية على مستوى الكلية. بعدين السنة اللي بعديها انا خدت برضو امين اللجنة الاجتماعية في الكلية. وبعدين طلعت ستيب اكتر يعني، فخدت امين اللجنة الاجتماعية العليا في اتحاد جامعة القاهرة. وكنت في السنة دي اللي هي السنة اللي فاتت كنت متحدث اعلامي باسم الاتحاد ده بناء على الكلية بتاعتي. فانا السنة دي يعني مثلا انا كنت بفكر بس ان هو انا هوصل هاخد رئاسة الكلية، يعني كان هو ده اللي في دماغي بس. فانا يعني كانت الانتخابات شديدة قوي السنة دي. فكان في انتخابات يعني السنة اللي فاتت كانت خلصانة تزكية في الكلية بتاعتنا، بس السنة دي حتى داخل إطار الكلية كان في انتخابات وكان في عدد كبير جدا كانوا نازلين الانتخابات. هو ده وانت بتستلم؟ يعني ده في اول اجتماع ما بيننا وما بين دكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة. الصورة اللي قبليها كانت يوم التنصيب. ده يوم التنصيب. ده كان في قاعة الاحتفالات الكبرى في الأوب. بس فأنا كان كل اللي في دماغي ان انا هاخد المنصب ده وخلاص على مستوى الكلية، بس انا لقيت ان الموضوع فيه منافسة اكتر وكده، فانا حبيت ان هو الفرق ما بين الستيب دي والستيب دي هي يوم، هي ليلة واحدة بس، المفروض ان احنا بنبلغ بأصحابنا ونعمل دعاية لنفسنا في ليلة انتخابات يعني. فأنا كل اللي كان في دماغي اللي هو أنا هنزل وهجرب، لأنها مش أول مرة بنت تنزل على المكان ده. بس يعني كان للأسف ما كانش بيبقى فيه حظ، ما كانش بيبقى فيه توفيق كده يعني. فهو الموضوع كله كان زي مغامرة يعني، اللي هو أنا هنزل وهجرب وهشوف وبس. فهو ده اللي كان في دماغي يعني، هي مغامرة وهجربها، يا صابت يا خابت. وصابت. كنتش متوقعها قوي كده يعني.